طبعا برنامج البكالوريا الدولية هو هدفه فقط إيجاد تعليم عالمي يمكن موائمته مع التعليم السعودي والتي لا يتعارض مع عقيدتنا وقيمنا، وكذلك يساعد على النقد البناء والتفكير بنقد عالي ليسمح للطالب أخذ وجهات النظر من أكثر من تخصص ويبني تصوره بناء على قناعاته وما بناه وما اكتسبه من علوم وخبرات. المؤسسة بدأت في البرنامج بتقديم النموذج اللي هو مدارس الملك فيصل لمساعدة البكالوريا الدولية، فتحت الباب في تدريب الجهات ومساعدة الجهات ومدارس الأخرى للحصول على الاعتماد البكالوريا الدولية. حصلت عليها العديد من المدارس في المملكة العربية السعودية في مختلف المناطق بدعم من مؤسسة الملك فيصل الخيرية. كما كان علما أن استثمار المؤسسة في هذا المجال تجاوز 9 مليون ريال، وكان الهدف منه فقط تعريف المجتمع وتوفير التدريب، تعريب البرنامج لمساعدة القطاع على فهمه ومعرفته وتدريب المعلمين.